مشاهدي متشبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر المؤلم والمؤسف في ليلة العيد الأضحى. الحادثة ديال السير اللي وقعت في حيمو رشيد، توفى فيها شاب في مقتبل العمر، كيبلغ من العمر حوالي 22 أو 23 سنة. شوفوا الحالة ديال الأم ديالو من بعد ما جات للسبيطار وقالوا لها بأن الإبن ديالك راه توفى، ما بغاش تصبر، ما قادراش تصبر، كتغوت كتبكي. هذا كيخلينا اننا نوجه واحد النداء للشباب اللي كيسوقوا الدراجات الناريه، سيروا بشويه. شوفوا الحاله ديال الام مسكينه كيفاش كتقطع في القلب، شوفوا كيفاش كطايحه كتملمد في الارض. حشومه هو الله يرحمه، الله يصبر العائله والاحباب ديالو، ولكن بنادم يفكر شويه، يمشي بشويه. هادو الناس راه منين جينا نشوفوا راه ما قاسهم حتى واحد، ثلاثه ديال الاشخاص على متن دراجه ناريه بوحدهم اصطدموا بالرصيف ودخلوا في النخلة، والسائق اللي كان سائق الدراجة توفى على الفور. شوفوا الأم ديالو مسكينة كيفاش كتقطع في الباب. يعني بنادم يفكر في هادشي، يفكر الوالدين ديالو، يفكر العائلة ديالو، يفكر الأهل ديالو والأحباب ديالو. أنتم كتشوفوا الأم كتمرمد مسكينة في الأرض وكتقطع على الفالدة الكبد ديالها اللي قالوا لها بانه راه توفى الله يرحمه. وجوج ديال الاشخاص، جوج ديال الاصدقاء ديالو دخلنا كممثلين ديال قناه شوف تي في، دخلنا وشفناهم اصابات ديالهم خطيره، مصابين على مستوى الاطراف السفلى، مصابين على مستوى الراس، على مستوى العين، يعني اصابات خطيره اصيبوا بها. بنادم يمشي بشويه، سيروا بشويه. السرعه وداك التهور وداك انا كنسوق وداك كنبان النتيجه ديالها. شوفوا الام مسكينه كيفاش كتقطع، كلشي كيشدها، كلشي كيطلب فيها، ما قادراش تصبر. شوف وبالفعل راه ولدك سمعتها كتقول انا هذاك الولد على قبلو عايشه في هاد الدنيا، خدامه عليه، كنتقاتل عليه، كندير عليه. الله يحسن العوان، الله يصبرها، الله يرزقها الصبر على قد الفاجعه اللي حلات بها في هذه الليلة، ليلة عيد الأضحى المبارك. يعني مشكل كبير، حاولوا ما نبينوش هذه السيدة ما عندها علاقة بالحادثة، مشكل كبير ديال هاد الحادثة، ديال هاد الحوادث ديال السير اللي كتوقع على غفلة وكيكونوا الضحايا ديالها فاردات الكبد. الام او الاب او الاخ كيفقدوا واحد من الاسره ديالهم. انتم كتشوفوا كيفاش مسكينه الام كتقطع ولا رد لقضاء الله، يعني القضاء صافي، الله سبحانه وتعالى خدا روح، ما يمكنش غادي يرجع. السيده ما قادراش تصبر. هذا خلينا كيقولوا كيف كانوا كيقولوا لوالدينا، القضاء الحاضر كيغلب القضاء، ولكن القضاء ديال الله سبحانه وتعالى لا رد لقضاء الله. انما نحاول ما امكن اننا نتفادوا الوقوع في مثل هاد الحوادث. انتم كتشوفوا كل شيء كيبكي، كل شيء في الباب ديال المستشفى. حقيقة الله يصبر الأهل ديالو، الله يصبر العائلة والأحباب والأقارب ديالو. شاب في مقتبل العمر 24 أو 25 سنة توفى فرمشة عين، مشى وكأنه لم يكن. بقى في الصباح كان كيدبح مع مو، وكان كيهز، وكان كيقول لها بغيت ناكل هادي، ما بغيتش ناكل هادي. هو دابا مات، غدا غادي تدفن، يعني غدا في نفس الوقت اللي كان غادي يكون كيعاونها ولا كيساعدها غادي يكون في القبر ديالها. الله يرحمه، الله يصبر هاد الأم مسكينة المكلومة المفجوعة في هاد الإبن ديالها. إنا لله وإنا إليه راجعون. آمين. خديجة زين قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه وثبتو على السؤال وصبر مهمتو يا ربي. آمين. بهاد الدعاء غادي نختمو هاد المباشر. شكرا المشاهدين الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، والله ينجينا وينجيكم من آفات الدنيا ومن حوادث السير. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.